السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا جماعة؟ احييكم من مكة المكرمة، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موضوع البطولة الودية استفزني جدا النهاردة. الاخ المحترم وليد العبار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كاتب على صفحته بيشكر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وباعت يعني إيحاءات بأن المنتخبات الأربعة المشاركة أو الثلاثة اللي مع مصر سواء تونس أو نيوزيلندا أو كرواتيا بيقول لك أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعني شيء عظمة أن يستضيف هذه البطولة، ويعني بينسب مجدا للاتحاد المصري وللإدارة التنفيذية في الاتحاد، لا يستحق لا هو كمدير تنفيذي ولا الإدارة التنفيذية ولا اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام. بصوا يا جماعة، هو هنا في تضليل باين. أولا ده اتحاد مفلس، عشان بس نبقى جايبين من الآخر يعني إيه مفلس. اتحاد لا يمتلك لا رواتب ولا مكافآت لجانه، يعني الحكام لهم فلوس، كل الناس اللي شغالة في لجان الاتحاد لها فلوس. الاتحاد مش قادر يوفر حتى فلوس الناس اللي شغالة في إدارة مسابقاته. الاتحاد مش عارف يوفر فلوس الأندية اللي هي نسب البث الفضائي من الدوري المصري للأندية اللي هي في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ونسبة 5% والكلام ده. فهو اتحاد مفلس وفاشل إداريا بكل المقاييس. فالنهاردة علشان تيجي تقول انك انت نظمت هذه البطولة او انت اللي عملت هذه البطولة فانت بتضحك على الناس. كنت اتمنى من وليد العبار ما يكتبش حاجة او ما يتكلمش، او لو يتكلم هو او اتحاده الاول يعملوا بيان اعتذار للشعب المصري، يقولوا احنا اسفين جدا يا مصريين ان احنا تعاقدنا مع شركة وهمية، هذه الشركة الوهمية ضحكت علينا وطلعت البطولة وهمية، والدورة الرباعية الودية اللي من المفترض كانت من 18 ل 26 في الإمارات وكنا هنلعب نيوزيلندا يوم 22 طلعت بخ وهم فش قز ملهاش أي 60 30 لازمة. عشان ما نضحك كان لازم يعتذروا للناس. تيجي بعد كده بعد ما يعتذر كان لازم يقول شكرا للشركة المتحدة برئاسة محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة وكل زملائه، والسيد المحترم سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، كل الناس عايز كل الناس لازم يشكروا، وهشام زايد وكل الأفاضل اللي هناك سواء اللي من برزنتيشن سواء اللي من استداد سواء من كل ما هو تحت المتحدة، دول اللي يستحقوا تعظيم سلام ويستحقوا الشكر ويستحقوا التقدير. يعني من الآخر على اتحاد الكورة ده انه لما يجي يشكر يشكر المتحدة للرياضة ومحمد لطفي وكل الناس، ويعتذر للشعب المصري على فشله الذريع انك انت ازاي تمضي. ما تجيش واحد يقول لك ايه، يقول لك عبد الناصر طب ما هو اللي اتعمل في مصر اتعمل في نيوزيلندا، واللي اتعمل في مصر ونيوزيلندا اتعمل في تونس، واللي اتعمل في مصر وتونس ونيوزيلندا اتعمل في كرواتيا. لا، ماليش دعوه بغيري، انا ليا دعوه انك انت فاشل، اتعاملت مع شركه نصابه لا تاكدت ان ليها ورق ولا تاكد. يعني انت لسه مطلعنا من كارثه فيتوريا وقاعدين نكلمك نقول لك العقود العقود، اتعلم تكتب ازاي عقود، اتعلم تكتب ازاي زفت، اتعلم تكتب ازاي جدران، اتعلم تكتب ازاي عقودك عشان تحافظ على اسمك وسمعتك وتحافظ على مستحقاتك. وفيتوريا مطوقك، راح طلع الاستاذ جمال علام قال لك في ثغره بس مش عايز اتكلم الا ومش عارف ايه وما نديش الشرط الجزائي لفيتوريا. طب روحوا اسالوا الاستاذ جمال علام كده قولوا له الكلام اللي انت قلته ان احنا ممكن ما نديش الشرط الجزائي لفيتوريا راح فين؟ طز فش بخ رس رف 60 داهيه، كله كلام في الهجايص، كله كلام في الهجايص يا ساده يا كرام. في نفس الوضع جاي تضحك علينا وتقول لي الاتحاد الكرواتي يشكر الاتحاد المصري. خلي بالك عشان اوعى تفكر ان انا بس ولا يعنيني حد، انا بقول كلمه الحق. من انقذ هذا الموضوع هم المتحده للرياضه. المتحده للرياضه لما عرفوا ان الشركه نصابه على الفور راحوا تواصلوا مع الاتحادات الثلاثه تونس ونيوزيلندا وكرواتيا وقالوا يا جماعه ممكن ننظم البطوله ونستضيفكم في مصر،
وعلى الفور الاتحادات وافقت عشان سمعه المتحده وسمعه مصر. لكن الاتحاد ده لي سابقه اعمال قويه تخلي حد يوافق، بالعكس والله واني لكم ناصح امين وانا بعمل اللايف ده من هنا من مكه المكرمه. والله يا جماعه يعني وانا صادق في هذا اليمين، سيذكر التاريخ ان هذا الاتحاد هو من أسوأ الاتحادات اللي جم عبر التاريخ، ولكن اللي حواليهم لابسين نظارات كلها خداع وملبسينهم نظارات اكثر خداعا وبيسمعوهم كلام كله خداع. الناس دي لما تمشي هتعرف ان اللي كان بينتقدهم لوجه الله كان صادق معاهم، وكل من كان يمدحهم كان يضللهم، لانهم بالفعل الاسوأ اداريا، كلهم ناس افاضل ومحترمين، الاسوأ اداريا والافشل خلال الخمسين سنة الاخيرة على الاطلاق، مع كامل الاحترام لهم كافراد ومحترمين وموقرين. يبقى اذا هنا في نصب حصل على اتحاد الكورة، والشركة طلعت وهمية وما استفدناش. محتاجين يا جماعة نتعلم، هاتوا حد خبير قانوني يعرف يكتب عقود، يعرف يتعاقد، عيب كده يا جماعة. الاتحاد ده من اول ما جينا من امم افريقيا كوت ديفوار كنت اظن انهم هيحاولوا يعملوا حاجة يكفروا بيها عن الاخفاق اللي حصل في كوت ديفوار ويصلحوا بيها الشعب المصري. من اول ما جم وهم اكثر سوءا في الادارة واكثر فشلا في كل النواحي. وانا هنا برجع واكد لك والله لن يصح، وانا بناشد يا جماعه المسؤولين والسيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، يا فندم خلاص يقولوا لهم ما يعملوش حاجه لغايه ما نخلص الكام شهر دول، من مصيبه لمصيبه. وفي الاخر طالع الاستاذ وليد العطار يقول لك الاتحاد الكرواتي يشكر الاتحاد المصري، اتحاد مصري اللي يشكره. كل التحية والتقدير للشركة المتحدة فقط لا غير هي التي تستحق الشكر، والدولة المصرية فقط لا غير هي التي تستحق الشكر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هو الذي يستحق الشكر. ورب ضارة نافعة، لأن أنا عارف أن المتحدة خدت فشل اتحاد الكورة وستصنع منه نجاح، وأن محمد يحيى لطفي ومن معه والسيد سيف الوزيري ومن معه سيصنعون شيء يعمل بوم ويليق باسم مصر. وربنا سبحانه وتعالى، يمكن أنا كنت بطالب أن في استادنا استاد تحيا مصر في العاصمة الإدارية اللي شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مع المنتخب قبل ما يسافروا كوت ديفوار، أن يبقى في حاجة تليق بالمدينة الرياضية وهذا الاستاد. ربنا عشاء ان الدورة تجينا لغاية عندنا بعد فشل هذا الاتحاد، فانا موافق انهم فشلوا وربنا كرمنا من فشلهم ان احنا نروح لنجاح، واتمنى انهم بس يعملوا حاجة كويسة جدا. ان في زميلنا سامح الفيومي عمل اقتراح على صفحته على الفيسبوك للمتحدة، قال يا ريت توفروا باصات وتعملوا دخول يا جماعة بتذاكر رمزية او مجاني طبقا للتعاون مع شركة تذكرتي وفالكون الامنية، علشان خاطر نضمن اللي هيدخل يكون متوفرة في الشروط، عكان ننجحها جماهيريا. الدورة دي لو نجحت جماهيريا يا جماعة هتكسر الدنيا. بشكر المتحدة للرياضة ومحمد يحيى لطفي جدا 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 على كل الجهد اللي يبذلوه، وفعلا ناس بتعمل حاجة محترمة وعملوا في وقت وجيز إنجازات يشار لها بالبنان، وعملوا في وقت قصير. وأنا دايما الكلام مع صديقي هشام زايد في هذا الكلام اللي أنتوا عملتوه، كنت دايما أقول له يا هشام يا زايد اللي أنتوا بتعملوه مفخرة لمصر. المتحدة للرياضة شغالة 10 على 10، دون انا لا شغال معاهم ولا بقبض منهم ولا لي علاقه بيهم في العمل، ولكن كلمه الحق لازم اقولها لوجه الله، لازم اقولها لوجه الله. وتحيه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على انه يعمل حاجه مهمه جدا، ان يكون عندك كرواتيا بكل نجومها وتونس بكل نجومها ونيوزيلندا مع الكريتش مش مشكله يعني مع العفش، فدي حاجة محترمة جدا جدا جدا، واعتقد انها ستكون مفيدة جدا للكابتن حسام حسن وستكون دورة مهمة. اما مجلس الاستاذ جمال علام فارجوكم لا تدعوا كذبا انجازات، مهما تقولوا لن تعملتوا انجازات ولا حد هينسب لكم انجازات. التقيكم على خير وبالتوفيق، والدورة تطلع على ما يرام، وتحيا مصر.